دابا غنجيو لواحد القضيه اللي اسميتها القانون، حيت حنا الحمد لله عاش الملك وعاش سيدنا اللي عن طريق الدستور 2011 حاول يرسخ مبادئ الديمقراطيه ومبادئ التنميه البشريه باش كل شيء يحاول يعيش يعني ويكون واحد النسيج اجتماعي جديد. هذا هو الغرض من التنميه البشريه، لانه كان من قبل المغاربه بداو كيكرهوا بعضياتهم، بدات واحد التطاحنات وبدات مشاكل، الجريمه طلعات كذا الى اخره. فكان المشروع ديالو نسال الله انه يدير واحد المشروع جديد ديال التنميه البشريه، وشارك فيه حتى الناس ديال المجتمع المدني، حتى هما شاركهم معاه في الافكار وداك الشيء، باش نبداو نعيشوا واحد المرحله جديده، ونعيشوا خوت، ونعيشوا واحد الوضع اجتماعي جديد بافكار جديده، بنوع من التكافل ونوع من التاخي. فهذه الخدمه اللي كيخدموا هاد الناس اللي كيسيروا الكره، فهما كيهرسوا هذا المشروع من النص، من العمود الفقري ديالو كيهرسوا، لانه بثوا الكراهيه، وفعلا حنا ولينا كنكرهوهم. انا بعدو عدد من الرجاوي ولينا كنكرهوا هاد الناس كيسيروا الكره في البلاد، من الراس حتى للراس، كلهم اللي كيسيروا الكره كنكرهوهم، لان هاد الخبث اللي كيديروا ديال العيالات، دوك العيالات اللي ما قارياتش، داك الخبث كيديروه من خلف الكواليس، وكيديروا راسهم ما بيدهم ما داروا لا بيدهم ولا بالعود كما تيقول، كيديروا راسهم ابرياء وكيرجعوا للور كانهم بعاد على القرار. بين القرارات كلها، شوف القرارات كلها عن طريق المسؤول على الكره المغربيه، كل القرارات. اذا هاد الناس راه كيدققوا في الكره وكيدققوا في البلاد. دابا بغيت نرجع للقانون. القانون ماذا يقول؟ غنرجعكم لواحد النقاش اللي كان دار على اللاعب اللي كان تارو، او الضجه اللي كان تارها اللاعب بوزوق او بوزوق حمزه بوزوق اللاعب السابق ديال النجا، ملي دخل كيهضر على مشكل البرايت اللي باقي يستمر ويتدوى على المشكل ديال تاجيلات البطوله على سميتو على الماتش ديال المنتخب في سميتو في الدوله، ربما الدوله 10 هذيك اللي كانت تاجلات، او الدوره 11 نفسها هذه اللي تاجلات. علاش تاجلات؟ لانه ثلاث اللاعبين في المنتخب كذا، فجبد هذه الهضره قال لك اودي على ثلاث اللاعبين وما كيلعبوش، علاش تاجلات؟ اش غيجاوبوا هذاك الصحفي اللي كيقولوا عليه رجاويين، اللي كيقول عليه رجاوي، رجاوي تاع بلاني؟ سمعوا الرد ديال ذاك الصحفي، غير تذكير، فهذاك كاين الذكرى تنفع المؤمنين، للتذكير اشنو الجواب ديالو؟ زعما انت ضد البرمجه، ولكن البرمجه ردات على اساس القانون، اش كيقول ليه في القانون؟ اسمع. عفوا. ثلاثة اللعابة ماما فوق فما فوق، قانون عدة ما تلعبش الماتش. بدل القضية جمع عام، بدل القضية داكور. جمع عام حيت ما بديلوش من الأول، غادي نعاودو. ما لعبش فيهم حتى واحد. قانون. قانون سمعتيها؟ قانون. كيفاش كيتفلاص؟ بدل القانون داك. اذا كيشدنا من القانون. معلم برافو عليك. ودابا حتى حنا غنشدوكم بالقانون. هذا انا بالنسبه ليا كنقول للسي حمزه بوزوق، راه هذه الوجبه فين ترد ليه الصرف. قول لي ودي ماشي معقول، علاش يتاجل الماتش ديال الرجاء مع بركان؟ لا حقا قانون هذه كذا. قول لي شنو القانون؟ قول لي بلاتي قانون شنو كيقول؟ ياك كتقول القانون، اجي نرجعوا للقانون. ياك القانون فوق الجميع. القانون فيه الماده 21. القانون فيه الماده 21. قانون المسابقات وقانون المنافسه. اش كتقول هذه الماده؟ غنقراها لكم هي بالفرنسيه، نقراها ديالك تما بالعربيه. ما عليناش. مقتضيات مطبقة على المباريات المؤجلة ياك للفرق التي لها مشاركات خارجية. إذا كانت المباراة القارية، يعني مباراة إفريقية، تلعب بالمغرب، فإن المباراة تؤجل وتبرمج يومين مفتوحين، او يومين كما كيقولوا دي جور فران، اللي هما يومين كاملين يعني 48 ساعه من بعد، على الاقل 48 ساعه كيتبرمج ما بعد تاريخ المباراه الافريقيه. هذا قانون، قانون داك كيقول قانون، انا كنقول لك قانون
شتيها؟ بمعنى دابا شنو كاين قبل من الرجاء اللي كانت مضرب جامعة بركان اللي نورمالمون خصها تلعب السبت؟ اشنو كاين بركان؟ اشنو عندها بركان؟ عندها مباراة واحدة هي غتلعب مع تطوان، مباراة مؤجلة عند الدورة 11، غتلعبها نهار الاربعاء 13 في الشهر ياك، مع جوج ديال العشية داكور في تطوان في سيرين ترمن. مباراة واحدة اللي عندها وسط الأسبوع قبل التاريخين اللي كيدوي عليها الأخ هنا، كيقول لك 24 ساعة ملاعب. دابا هذيك البداية ديال المقابلة اللي كتلعب، اللي هي كما كنقولوا سميتو انه كيقول لك في الاول تيوقف في المغرب، حنا ندوا على المغرب، هذه مباراه ديال تطوان غيلعبوها في المغرب نهار الاربعاء الجاي، نهار الاربعاء الجاي 13 في الشهر يعني بعد غدا داكور. الو من وراها، من وراها 24 ساعه حسب هذاك الفقره الاولى، 24 ساعه خصك تلعب الماتش سميتو، خصك تبرمج لها ماتش المقبل نورمالمون غيلعبوا نهار الاربعاء، عندك الخميس وعندك الجمعه، هذه هي 48 ساعه. السبت خاص يتبرمج لها ماتش، اذن هذا القانون ياك، ما قلناش حاجه اخرى. الفقره الثانيه راه كدوي على الحاله اللي كيكونوا لاعبين ماتش على برا خارج المغرب، الماتش خارج المغرب ما كنهضروش عليه دابا لانهم عندهم المواجهه المقبله غتكون حتى الاربعاء الجايه 20 دجنبر، عاد غادي يلعبوا مباراه خارج ارض الوطن مع دياب النوار اللي هما ديال الكونغو داكور. الى حسبنا المساحه او المسافه او عدد الايام او عدد السوايع ما بين قبل من الماتش ديال ما بين يا ربي مورا الماتش ديال تطوان كاينه 48 ساعه لارجومون ممكن يبرمج الماتش قانونا، هذا هو القانون خصو يطبق. من ورا ماتش ديال الرجاء، حيت كاين اللي غيقول لك وعاوتاني راه ملي غيلعبوا مع الرجاء غادي يمشيو عندهم ديبلاسمون، لا نشوفوا شحال عندهم ديال الوقت مورا الماتش ديال الرجاء، غيلعبوا السبت عندهم الحد 24 ساعة، عندهم الاثنين 48 ساعة، وعندهم الثلاث 72 ساعة. الماتش عندهم ديال ديابل فير حتى نهار الأربعاء، ياك هادشي اللي كاين، يعني 72 نهار الأربعاء 20، يعني 72 ساعة كافية وشيط الخير غادي يبقى لهم مورا الماتش إلا يلعبوا مع الرجاء نهار السبت. إذن شروط المادة 21 متوفرة والقانون واضح، يا كدوا على القانون، حنا سيدي خضعنا للقانون، هاد المرة غير بقاو خليو دابا شي دكداكي ما غيتسوقش نهائيا، حتى غيجي شي ماتش عاوتاني ديال البطولة وغادي يعيط عاوتاني على ثلاثة، هادشي حنا قيدناه عليه، والتاريخ راه كيقيد عليه تا هو، ولكن هنا بغيت يضربونا بالقانون، في انتظار يتحيدوا داك هذاك الارتيكل اللي هو منكر، فرقة عندها 32 لاعب على قبل ثلاث اللعابه ما تلعبش، حنا هذاك الشيء حيدناه، حنا غادي نقول لك اسيدي ما كاين حتى مشكل، القانون عطاها لك، حنا دابا طبقوا معاك كما طلبتوا القانون في هذه وطبقوا القانون كذلك في هذه. اذا القانون واضح ياك، القانون واضح، اذا المساله راه واضحه، راه انت اللي خصك تكون الدوزيام سيني، لانك انت تسير بطريقه غير قانونيه، تسير بوسائل غير قانونيه، اذا شكون خصو يطيح الدوزيام سيني؟ سير هضمها ودورها في دماغك مزيان، ما عليناش قلنا هذا هو الارتيكل هو واضح. اذا السيب القشون باعتباره رئيس العصبه الاحتلافيه، فاذا ما عندوش الكاريزما وما عندوش الشخصيه باش يسير، قلنا لي ذاك العام ينسحب بحاله، ينسحب راه ما يمكنش صاحبي هذا المسيرين كتلقى ما عنده نفس، ما عنده قلب، جالس على ذوك الشفرين كانت اللي كيعطيوه، راه كيطحن في الكرامه ديالته يوميا، غيبقى يسمع الهضره ويسمع السبان وحشيه الهضره اللي ما عمرو سمعها في حياته، هادشي كله غير باش يبقى لاصق ويبقى، راه ما عندكش كرامه صاحبي، ما عندكش شخصيه، كيما المدهو فيك كيشطبوا بك الارض، كيقول لك لا اجل بتليفون كيغيروا لي القرار، دابا انت شمن مسؤول؟ واش مسؤوليه دوزتي في حياتك؟ راه ملي غتجلس مع ولادك وغتجلس وتريح راسك في الدار، راه ولادك يقدروا يلوحوا عليك، انت دابا شمن رئيس؟ انت رئيس العصبه، شمن رئيس؟ شمن القرارات عندك؟ واش حاطين تما غير ديكور ولا شنو ولا كشي؟ وعلاش كتطبق قانون هنا وما تقدرش تطبق قانون هنا؟ شتي دابا المصيبه فين كاينه؟